إبراهيم أبو مخ لاعب أبناء باكا، ما هو تعقيبك على الحكم الذي حصل اليوم في محكمة الاتحاد العام لكرة القدم على أبناء باكا؟ باعتقادي حكم قاسي جدا بعد أنه ما فريق اتحاد أبناء باكا تخطى الخط الأحمر. اليوم احنا نطلع من جديد على التفلا ونشوف أنه فريق اتحاد أبناء باكا رجع على صراع البقاء في الدرجة الثانية. احنا بنعرف والكل بيعرف السبب الوحيد حسب رايي في هاي كلياتها، انه هناك عده اشخاص اللي هي بتتعامل مع اشبال اتحاد ابناء باكا بشكل شخصي، اللي هم بيعدوا حالهم انهم مسؤولين عن الاشبال، وشغله زي هيش بتفوتهم معناته هذا اشي في عالم كره القدم. واحنا ب 2012 انه لعيب معه خمسه تهوفيم والاداره اللي بتعرفش، هذا اشي مخزي. ولهذا السبب احنا اليوم احنا مش عارف شو كيف اللعيبة بدها تكمل المشوار بعد انه ما اللعيبة رجعت لهم الثقة بالنفس والمدرب واللاعبين. اليوم انا بحب اقول انه احنا بنلاقي صعوبات مع اللعبة مع فريق الاشبال من اول السنة، لانه احنا من اول السنة بنطلب لعيبة يجوا يلعبوا معنا، هناك كانت تحرضات وانه هذول اللعيبة ما يجوش معنا. احنا بوضع بعد ما انه نزلونا اليوم ثلاث نقاط، احنا بوضع صعب جدا جدا جدا، وباعتقادي ان شاء الله رب العالمين انه يكون هناك تجتمع اداره الكبار ونحط الناس اللي هي فعلا مناسبه تدرب فرق في باكر الغربيه، واللي هي تربي اجيال وتخرج اجيال معنى الكلمه، مش بس يلا شوفوني يا ناس.